لكن انا بالنسبه لي الاهم هو فعلا ان يعني يطلع كده مشروع يعلن في مؤتمر صحفي ويكون فيه خطوات واضحه وصريحه لاصلاح الكره المصريه. مش هناخد تاني ان احنا نصلح المنتخب الاول، ده مش هيجيب نتيجه. انك حتى تجيب يعني كل الاسماء دلوقتي بتتردد على اسم المدرب الفرنسي، طبعا هيرفي رينارد، واتحاد الكوره شايف ان الراجل ده مناسب الفتره اللي جايه. هو مدرب كبير، مدرب هايل، مدرب عنده خبرات كبيره جدا جدا في افريقيا، كسب افريقيا مع منتخب زامبيا، عنده صولات وجولات مع منتخب السعوديه، ودلوقتي هو المدير الفني لمنتخب فرنسا للسيدات. فمش ده برضو حكايتنا، يعني مش هو ده اللي هيصلح الدنيا يا جماعه. ده جزء من منظومه، واعتقد انه جزء مش بالاهميه القصوى اللي تحتاج ان احنا نحارب عليها وننسى الاصلاح الكل. الاصلاح الكل زي ما قلت لحضراتكم الاسبوع اللي فات لازم يبدا من تحت شويه، من تحت قوي مش من تحت شويه. لازم تبدا بتخطيط على مستوى اولادنا الصغيرين، على مستوى المدربين. ملف المدربين مهم جدا، ملف المدربين المصريين مهم جدا. لازم يكون عندك كوكبه من المدربين، عندنا التالنت، عندنا الموهبه في التدريب، ولكن العلم لازم يخش العلم في الموضوع، وتاهل مدربين على مستوى فني وعلى مستوى علمي بشكل افضل من دلوقتي. ليه بقول كده؟ علشان لما يجي وقت زي ده وتطرح بعض اسماء المدربين المصريين ما تروحش ما بين واحد او اثنين، اصل ده لا عليه علامه استفهام، اصل ده لا لا مش مؤهل. لا، لازم نوصل زي ما بتكلم على اللعيبه بتكلم على المدربين، والمدربين كمان اللي تحت اللي بيصنعوا النجوم وبيصنعوا الشباب الصغير مهم جدا يكون موجودين بشكل علمي ياهلهم ما يطوروا هؤلاء اللاعبين، عشان يكون عندك ذخيره من اللاعبين اللي تقدر تمثل مصر على المستوى الدولي. دي نمرة واحد، عشان يقدر يبني لعيبة قادرة على الاحتراف الخارجي، ده ملف آخر. فكل ده مهم جدا ان احنا نحط النقط فوق الحروف، يكون في بلان ان شاء الله تعمل لنا بلان لمدة 10 سنين جاية. والله خلال السنتين اللي جايين هدفنا كذا، اللي بعديهم كذا، اللي بعديهم كذا. وانا ما بجيبش الكلام ده من عندي، دول كتير مشيت على كده، منها دول انا اتكلمت مع حضراتكم على ألمانيا بجلالة قدرها من 2007 لغاية ما خدوا كاس العالم 2018. كلمت على أسبانيا بجلالة قدرها من 97 عشان ياخدوا كاس العالم 2010. حطوا خطة قدام الناس، والخطة دي ما بدأتش بالمنتخب الأول، ده بدأوا من تحت مع المنتخبات الناشئين وعلى مستوى الأكاديميات وعلى مستوى الناشئين وعلى مستوى التدريب وعلى مستوى القطاعات وعلى جميع المستويات. صلحوا كل ده سريعا جدا، ولدرجة خلاص وصلوا للقمة بشكل كبير. منتخب المغرب عمل نفس القصة، عنده مشروع اشتغل عليه، لقينا منتخب المغرب برغم الناس هتقول لك خرج من دور الـ16، لكن يعني ده وارد وده بيحصل. منتخب ألمانيا ما هو خرج من كأس العالم في الدور الأولاني، لكن عندهم خطة وبلان ماشيين عليه. أتمنى إن شاء الله الفترة اللي جاية إن يكون عندنا هذا البلان. النهاردة الصحف الفرنسية بدأت خلاص تتكلم بالفعل على موضوع واحتمالية يكون تواجد رينارد على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر. وطبعا ده صور لإتمام، يعني دي صور قدام حضراتكم الاهتمام الكبير جدا للصحف الفرنسية الحقيقة بملف رينارد وتدريب المنتخب المصري. هو زي ما قلت لحضراتكم مرتبط دلوقتي بمنتخب سيدات فرنسا ومرتبط معاهم بالأولمبيات القادمة. يعني أنا من وجهة نظري مدرب، يعني أنا شايف إنه مدرب رائع على المستوى الشخصية، شخصية قوية جدا على مستوى السي في، عنده خبرات كثيرة جدا في المنتخبات سواء المنتخبات الأفريقية أو المنتخبات الآسيوية، على مستوى منتخب السعودية أو دلوقتي حتى على مستوى منتخبات حتى لو منتخب النسائي. لكن عنده أولا من الشخصية عنده القدرة في إن هو يقود منتخب مصر الفترة اللي جاية كشخصية، الفنيات متواجدة، الخبرات، وده كان مهم جدا وجود الخبرات على المستوى أفريقيا. كلنا شفنا قد إيه الخضة والرعب اللي كان فيه الحقيقة روي فيتوريا في بطولة أفريقيا، لأن الأجواء مختلفة تماما عن أوروبا أو عن تدريب الأندية. تدريب المنتخبات يا جماعة مختلف عن تدريب الأندية. تدريب المنتخبات قد يكون ما بين قوسين أسهل كتير في العملية التدريبية، التجمعات و و و، ولكن على المستوى القيادة وعلى مستوى إنك إزاي تجمع في بلد فيها 110 مليون أفضل الموجودين فيها سواء لعيبة على المستوى المحلي أو الاحتراف، وتظبط كل دوت خلال فترة صغيرة، دي عايزة عين خبيرة وعايزة واحد متخصص. أعتقد رينارد من هؤلاء الـ يعني المدربين اللي عندهم هذه الصفات.
عملية الشغف في البطولة وعملية الشخصية مهمة، يكون عندك شغف. اسم الكابتن حسام اتطرح في وقت من الأوقات وبالطرح دلوقتي، زي ما بقول لك للأسف قاعدة المدربين عندنا، ما بقولش ما عندناش مدربين كويسين، عندنا مدربين تالنتد كويس، لكن جزء العلم والإضافة والخبرات و و و لسه عندنا شوية دفوهات فيها، لسه محتاجين شغل فيها، لسه محتاجين ان يكون عندنا 15 20 مدرب عندهم قدره كويسه جدا وعندهم من العلم والثقافه والتدريب والخبره ان هم يكونوا موجودين لمنتخب مصر. انا بكلمكم بكل امانه، يعني محدش يزعل مني، لكن احنا عندنا ديفو، عندنا قصور في الحته دي لازم نشتغل عليها. من خلال يعني برنامج هنا كمان كان في يعني بعض الناس يعني لسه بيقولوا لي الاتحاد الكره بيخرج 2 مدربين عشان يعملوا معايشه بره. انا بالنسبه لي كلها دي مسكنات الحقيقه، يعني برضو ده ما فيش بلان واضح ازاي تشتغل مع الناس ديت، وازاي طب مين الاثنين المدربين اللي هيطلعوا دول؟ يعني 2 مدربين هيطلعوا بناء على ايه؟ وهيروحوا فين ويتعلموا ايه؟ انا بتكلم على الاساس ان المدربين دول عندهم 3، لكن اشتغل معهم لمدة 4-5 سنين عشان ياخد اللايسنس الصح. الحقيقة كمان الرخصة اللي بتتاخد عليها علامات استفهام كبيرة جدا، لأن لازم يكون عندك قدرة كويسة جدا جدا على البناء وده وعلى التطوير اللاعبين. زي ما بقول لك ده دراسة لازم الناس كلها تخوض فيها. اديت لحضراتكم مثال زين الدين زيدان المدرب الكبير العظيم، ما قدرش يمسك أو ما قدرش يتولى الإدارة الفنية لريال مدريد علشان ما كانش معاه البرو لايسنس، ما معهوش الرخصه النهائيه اللي هي اعلى رخصه، وكان بيدرب منتخب بيدرب فريق ريال مدريد للشباب. ف يعني زين الدين زيدان لازم يشتغل وياخد اللايسنس عشان يبدا يشتغل بيها، فما بالك احنا كمان لازم نعمل ايه؟ فعندنا الحقيقه شغل كتير جدا جدا. ان شاء الله خلال الحلقات اللي جايه هكلمكم عن التجربة الأسبانية مشيت إزاي، ألمانيا اشتغلت إزاي، المغرب اشتغلت إزاي، حتى الدول ما بين القوسين زي الرأس الأخضر والكونغو، ويعني اشتغلوا بأنهي أسلوب وبأنهي طريقة علشان نقدر نصفي كل ده ونطلع بمشروع يا رب يكون موجود أخيرا في بلدنا، بلان موجود إن شاء الله لمدة 10 سنين، نكون عارفين رأسنا من رجلينا. كأس العالم اللي جاي إن شاء الله موجودين فيه، احنا عندنا 9 يعني 9 بطاقات لافريقيا، 9.5 كمان، فان شاء الله نكون موجودين فيه. لكن هنروح كاس العالم نعمل ايه؟ هي دي علامه الاستفهام. وصلنا للاولمبياد، وصلنا الاولمبياد، هل نخرج من دور الثمانيه زي كل مره، ولا وصلنا هيكون بصفه مستمره ونوصل للمربع الذهبي، وليه ما ناخدش ميداليه اولمبيه؟ ده لازم يكون موجود في البلان. عندك قطاعات الناشئين والمسابقات اللي بتدار بأنهي شكل؟ لا ده ملف لازم يدار بشكل كويس. البنية الأساسية للولاد الصغيرين اللي بيلعبوا تحت، الملاعب دي مناسبة ولا لا؟ ده سؤال لازم يتجاوب عليه. تأهيل المدربين سؤال لازم يتجاوب عليه. كل عندنا ملفات كثيرة جدا جدا الحقيقة. يعني احنا الحقيقة مصر تستاهل أفضل من كده كتير قوي، وعندنا القدرة وعندنا الكوادر اللي نقدر نشتغل بيها، ولكن لازم يكون في بلان واضح قدامنا. يطلع إن شاء الله اتحاد الكورة والكابتن علاء نبيل يحط لنا بلان واضح، يا جماعه احنا عندنا بلان لمده 10 سنين، اول سنتين هنشتغل 1 2 3 واللي بعديها واللي بعديها، ويبقى الحقيقه العمل والناس كلها. وده مش مشروع اتحاد الكوره ولا مشروع بس يعني كابتن علاء نبيل او ده مشروع دوله، لان هتلاقي في وقت من الاوقات محتاجين جهود وزاره الشباب والرياضه، وزاره التعليم، بنتكلم على بنيه اساسيه، هتلاقي ناس داخله، الانديه نفسها عليها دور كبير جدا جدا، وازاي تلزم الانديه بشكل معين للولاد في قطاع الناشئين، المسابقات تتنظم ازاي يكون في متابعه للمدربين اللي بتمرن الولاد دول، لازم يكون عندهم كفاءه كبيره جدا عشان يقدر يطور اللعيب ويحسن من ادائه، لازم يكون مراقبه من اتحاد الكوره لكل هذه الامور، الاكاديميات الخاصه الكبيره جدا جدا اكيد فيها لعيبه كويسه صغيرين، ليه ما يتحطوش تحت عباءه اتحاد الكوره؟ في افكار كتيره جدا جدا، ليه ما تعملش ويب سايت في اتحاد الكره المصري تنزل فيه احدث اساليب التدريب في العالم لقطاعات الناشئين، مش الفريق الاول، ما بتكلمش على الفريق الاول خالص، المدربين، وده موجود في الاتحاد الالماني. الاتحاد الالماني منزل ويب سايت لاي حد ممكن يخش عليه، المدربين حاطط من عمر 4 سنين ازاي تطور ولد، من عمر 4 سنين لغايه 17 سنه، خش يعني خش في القصه ديت، خش في القصه دي واعملها.
ساعد، حط برامج تدريبيه مميزه بشكل علمي، الناس اللي بتحب تخش او المدربين بتوع قطاعات الناشئين في الانديه تخش على الويب سايت ده تستفيد منه، ازاي اطور ولد عنده 10 سنين 12 سنه، ازاي احط البلان بتاع حتى الشكل اليومي بتاع التدريب يبقى عامل ازاي، الوحدات التدريبيه اركز على ايه وما اركزش على ايه، كل ده مهمه من مهام اتحاد المصري لكره القدم يكون عنده دوت. امبارح كان في شراكه عظيمه، انا شايف ان هو خطوه كبيره جدا، دوري الاكاديميات برعايه طبعا الدوله بشكل كبير جدا، ده شيء عظيم. طب هنعمل دوري الاكاديميات دوت، مين اللي هيشرف عليه، مين اللي هيبص عليه، مين هينتقي اللعيبه المميزه اللي فيه، ولا هو دوري بس كده؟ لا، لازم يكون له هدف. هتطلع من دوري الاكاديميات بايه؟ عندك اعمار سنيه اشتغل عليها، الولد لسه عنده 8 سنين 10 سنين 12 سنه، في لعيبه مميزه. طب اللعيبه المميزه دي كلها تتجمع وتتحط في مصنع مدرب يشتغل عليهم ويكون عنده شكل علمي بيشتغل عليهم عشان على الاقل تطلع 10 15 ولد يكون وتوزع على الانديه. يا جماعه الاتحاد الالماني عنده اشراف على 75 الف اكاديميه في المانيا، الاتحاد الالماني عنده اشراف على 75 الف اكاديميه في المانيا. انا بتكلم على اكاديميات الكوره بما فيها كمان المشكله اللي حصلت عندنا في مصر، ان خلاص المدارس دلوقتي ما فيش اماكن فيها للعب، لا هناك في المانيا موجود، حتى الملاعب المغلقه الصغيره ديت الولاد الصغيرين عندهم 4 5 سنين بيلعبوا فيها، هتلاقي الاتحاد الالماني مشرف على المدرسه ديت ومشرف على الملعب الصغير دوت. فما بالك مصر لو عملت كده، يا عم نعمل جزء من دوت، ناخد اللي يصلح لينا ونعمله ونطبقه عندنا في بلدنا ونبدا نتحرك لقدام. فالحقيقه ملف كبير جدا وملف مهم جدا، نتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه نشوف على الواقع وعلى ارض الواقع ان شاء الله مشروع يفيد الكره المصريه ونبني بقى الكره المصريه بشكل افضل من السنوات اللي فاتت. طيب